مساكم الله بالخير. علاجات تساقط الشعر كثيرة، لكن دائما خلونا لا نغفل عن الصحة الداخلية للجسم. يعني التغذية السليمة جدا مطلوبة عشان يكون الشعر صحي. هذا مو معناه أن التغذية السليمة هي كافية لحل مشاكل تساقط الشعر، لكن تعتبر علاج من ضمن العلاجات. فلازم تكون التغذية سليمة. شنو اللي يخلي يعني يدل على انعكاس صحتكم الداخلية على شعركم؟ طبعا صحة الشعر أول شيء نسوي له أسسمنت كلينيكلي، الشيء الثاني نشيك على تحاليل الدم. في شغلات عناصر أخرى ما نقدر نسويها تحاليل الدم مثل البروتين. البروتين من الشغلات المهمة للشعر، لكن ما نقدر نسوي فحص بروتين، لأن حتى لو كان الشخص البروتين يعني ناقص جسمه بروتين، البروتين راح يكون within the normal range، ما راح يبين، راح يكون طبيعي. لذلك ما نسوي بروتين، لكن نعتمد فنعرف ان البروتين ناقص من خلال الهيئه الخارجيه للشخص. مثلا بنيه حيل ضعيفه فيها هزاله في الجسم، ممكن نظن ان عندها نقص في البروتين، فنعطيهم مثلا وصفات بروتين عالي، وصفات غذائيه، او نحولهم الى اخصائيين التغذيه اللي هم اعلم في يعني هذا المجال. لكن في عناصر احنا ممكن نعرف ان عند الشخص او سواء امراه او رجل عندهم تساقط شعر وعندهم معدن ناقص من خلال تحاليل الدم مثل الحديد، فيتامين د، الزنك وغيرها، فنسوي تحاليل دم كروتين. هذا التحليل كروتين عشان نعوضه، عشان نقوي الشعر. مرة ثانية، تعويض هذه المعادن مو كافية أحيانا لتساقط الشعر، أحيانا كافية وأحيانا مو كافية. نحتاج ندمج العلاجات، لأنه ممكن يكون في تساقط شعر بسبب نقص معادن مع تساقط شعر هرموني أو وراثي أو غيره، فأحيانا ندمج مو دائما. تحاليل الدم اللي ذكرتها قبل شوي هي الأساسية لتساقط الشعر، وكتبتها لكم تحت تقدرون تشوفونها. لكن نقطة مهمة، تحليل الدم أو تحاليل الدم وتعويض الناقص منها جدا مهم لصحة الشعر، لكن المهم ان احيانا ما يكون كافيين بروحهم، لذلك لازم نعالج الشعر من جميع النواحي. ممكن يكون في ايضا نقص في مثلا خلل في الهرمونات او غيرها او اسباب اخرى لتساقط الشعر، فما يكون تحاليل الدم بروحها كافيه لعلاج تساقط الشعر، لكن مهمه لعلاج تساقط الشعر. اذا شفتوا ان هذا الفيديو فاتكم لا تنسون لايك وسبسكرايب. عدد اللايكات تعطينا دليل وعلامه واشاره منكم لنا ان نستمر في هذه الفيديوهات ونسوي فيديوهات اكثر. اشوفكم على خير.